بشفافية للكاتب حيدر المكاشفي بالصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة بعنوان فوضى منح الشهادات الأكاديمية العليا. يبتدر حيدر زاويته بالقول في الأنباء أن مجلس الأساتذة أساتذة جامعة السودان قرر سحب منح الدرجات العلمية التي منحتها الجامعة خلال العهد البائد من كل من علي عثمان محمد طه، محمد الشيخ مدني، محمد عبد الرحمن، عبد الرحيم محمد حسين، أحمد محمد هارون، سمية أبو كشوة، علي عمر إبراهيم فرح، عطيات مصطفى عبد الرحيم، وذلك لعدم تطابق أسباب منح الدرجة عليهم، وإنما انطبقت عليهم أسباب سحبها. ويمضي المكاشفي بالقول ليست جامعة السودان وحدها من ترخصت في منح الدرجات العلمية الفخرية لنافذي النظام المندحر، وإنما تبارت عدد من الجامعات الأخرى في منح عدد من القيادات السابقة بغير وجه حق هذه الدرجات، ما يتطلب منها أن تسارع لسحبها أيضا إذا لم يكن هناك من سبب وجيه أو مبرر منطقي حسب اللوائح العلمية والأكاديمية الضابطة. يواصل حيدر المكاشفي بالقول المطلوب الآن بعد أن تراجعت جامعة السودان عن الألقاب التي منحتها من غير استحقاق للبعض هو أن تراجع الجامعات كافة معاييرها التي بموجبها تمنح مثل هذه الشهادات لمنع التلاعب بها، فقد توسع المنح كثيرا لدرجة تنم عن استسهال وكرم فياض في التكرم بهذه الشهادات التي لا يستحقها إلا صاحب عطاء وإسهام نوعي واستثنائي. يستمر المكاشفي فيقول وطالما أتينا على ذكر الاستسهال والاستهبال في منح الشهادات الفخرية كواحدة من صور الخراب التي ضربت التعليم بكل مراحله حتى العليا، كان لابد لنا من المطالبة بشدة بضرورة مراجعة المعايير التي تمنح بها الشهادات العلمية العليا الحقيقية وتشديد الضوابط العلمية عليها وإحكام ضبطها بمناهج بحث علمي صارمة. يختم حيدر المكاشفي زاويته بالقول والشاهد هو هذا الكم الهائل من حملة الدرجات العليا التي حصل عليها كثيرون دون جهد علمي يذكر، خاصة تلك التي نالها قياديون بالنظام المخلوع. نذكر منها على سبيل المثال ماجستير الرئيس المخلوع ودكتورة زوجته الثانية وداد.